midline. نفسه بالأبر آرش نسميه ماكسيلاري ميدلاين. إذا هو هم لاين دروب بيربنديكولر على هذا الأوكلوزال بلين مالت الماكسيلاري آرش تشوفوا. تمام؟ يعني الأوكلوزال بلين خط الإطباق مالت الأبر تيث هذا. أرسم لاين بيربنديكولر. طبعا اللاين لازم بالمد، بالمد يعني بين التو سنترال. هذا نسميه الماكسيلاري دنتال ميدلاين. اي شيفت بهذول، هذا هسه الماكسيلاري، هذا مانديبولر، اي شيفت راح نسميه ميدلاين شيفت، يعني باتجاه اليمين او اليسار، كانه هذان الاسنان الدنة اللي هنا راح يصير هنا اللاين عندي مالت اللور، راح نسميه شيفت باللور ميدلاين. الحد 0.5 مليم هذا يعتبر نورمال، اكثر من 0.5 لا، راح يحتاج الى انه نعدله، لازم نرجعه الى 0.5 او اقل. تشوفون هنا هذا شلون، هذا الابر شلون هنا مدني اللور، فصاير هذه المسافه، هذا الخط اللي بالعرض هو مقدار الشفت بالميد لاين. هذا الخط هذا الزغير تشوفوا هذه عليها هسه البوينتر، هذا اذا زاد عن 0.5 لازم يصحح بالاورثودونتيك، يعني يعتبر شفت بالميد لاين فلازم نرجعه للنورمال. اكو الفيشال ميد لاين اللي هو خط الوسط اللي يقسم الوجه الى نصين، تمام؟ فيشيال ميد لاين هذا طبعا المفروض اكو شويه كوينسيدنس بين الفيشيال والدنتال ميد لاين. هذا شوف هذا الفيشيال، هذا الاصفر هو الدنتال ميد لاين، صاير بين التو سنترال. شلون عرفنا؟ لانه صاير بين التو سنترال، اذا هذا الدنتال ميد لاين، وهذا الاحمر او المارون هو الفيشيال ميد لاين. ايضا 0.5 مليمتر يعتبر نورمال. خلينا نشوف اللي ما دخلوا. انا مسويته يقبل الطلبات الطلاب، بس هو ما اعرف شنو المشكله. هسه بعد ما عدنا، شوفوا قدامكم طلبات انضمام، لأن جزعت من هاي الفقرة. استوعبتها. هسه لهنا أنا كملت هذه، خلينا نرجع على تكملة المحاضرة. أنا قلت لكم نكملها، يعني راح أصير نص بنص، مو كلها من نفس المحاضرة، فراح نكمل اليوم جزء من المحاضرة، يعني هسه هاي راح تبدأ المحاضرة الثانية، بس هي مو طويلة شوية. Classification of malocclusion. هسه عرفنا شنو normal overjet، شنو normal overbite، شنو cross bite، midline، هذا كلها حكينا عليها. هسه نجي على classification of malocclusion. انتوا اخذتوا شنو هو الاوكلوجن، وشنو النورمال، شنو الايديال، وشنو المالاوكلوجن، تمام؟ بالمحاضره الاولى. هسه نجي على classification of malocclusion، شلون راح نصنفه. المال اوكلوجن قبل لا نعرفه اكو فد 6 كي للنورمال اوكلوجن. ال 6 كي للنورمال اوكلوجن هذني حتى نحصل على نورمال اوكلوجن اكو 6 نقاط مهمه لازم تعرفوها كلكم. اول شيء المولر ريليشن شيب، هذه خليني ارجع البوينتر لان انا كل ما اطلع يروح البوينتر. هذه المولر ريليشن شيب، طبعا احنا الكلاسيفيكيشن المعتمد هو على المولر، اكو كلاين كلاسيفيكيشن واكو سنترال كلاسيفيكيشن، لكن المور كمان المعتمد هو المولر كلاسيفيكيشن. اذا المولر ريليشن شيب مهمه، اللي نقصد به بالمولر ريليشن شيب هو نشوف دشوف الميزيو بكال كاس مالت الابر والريليشن مالته بالديفلوبمنتال جروف اوف ذا لور. هذه الشغلة الأولى، هذه كلش مهمة الريليشن. تشوفون الميزيو بكال كاسب اوف ذا ابر
occlude with the developmental groove of the lower. هذه أهم شيء بالmolar relation. النقطة الثانية إنه راح نشوف اكو contact بين the distal buccal cusp of the upper first molar وال lower second molar. هنا عندنا اكو هذا contact. هذه المولر relationship اللي أقصد بيها. The mesiobuccal cusp مالت الأبر occlude with the developmental group of the lower. وأيضا اكو فد contact بين the distal cusp of the upper والميزيال كاسب of the lower second molar. تمام؟ اكو راح يشوفون مصطلح angulation وانكلينيشن. الانجوليشن اللي نقصد به ميزيو ديستالي، يعني يجي للميزيال او يروح للديستال. تمام؟ نعيد اول فقره. شوفوا طلاب، حتى نعرف شنو المال اوكلوجن، احنا عرفنا شنو النورمال اوكلوجن بالمحاضرة الفاتت وعرفنا شنو المال اوكلوجن. اكو ست نقاط او ست مفاتيح اساسية بالنورمال اوكلوجن. اول شيء هي المولر ريليشن. المولر ريليشن شيب اللي نقصد بيه، ايش نقصد يعني انا المولر هسه اجي اباوع هذا الاوكلوجن مالتي، شنو اللي اباوع له بالمولر ريليشن؟ اول شيء الميزيو بكال كاسب اوف ذا ابر، هذا الابر 6، طبعا احنا نحكي على 6. من اقول مولر ريليشن اروح للفيرست مولر، ما له علاقة بالبقية. الفيرست مولر هي اللي تحدد لي الاوكلوجن، مفتاح الاوكلوجن بالفيرست مولر. تمام؟ فاول ما اجي اشوف الميزيو بكال كاسب اوف ذا ابر راح يكون اوكلوجن مالته وين؟ بالديفلوبمنتال جروف، يعني بين الجروف اللي صاير بالجروف اللي صاير بين الميزيو بكال والديستو بكال كاسب اوف ذا لور، هذا الديفلوبمنتال جروف. اذا اكو لازم كونتاكت هذا الميزيو بكال كاسب اوف ذا لور يكون لاي within the developmental group of the lower. هذا منو 6 الريليشن بين الابر واللور فيرست مولر، هي اللي تحدد لي المولر ريليشنشيب. وايضا اكو نقطه ثانيه بالنورمال اوكلوجن ان نشوف هذا الديستال كاسب اوف ذا ابر 6 ان كونتاكت ويا الميزيال كاسب اوف لور 7. تمام؟ اللور 7 لانه هذا شويه راجع صاير بالديفلوبمنتال جروب اوف ذا لور، لان هنا راح يصير اكو كونتاكت. هذا بالنسبه للمولر ريليشن شيب. المولر ريليشن شيب جدا مهمه، هي اللي تحدد لي التايب اوف اوكلوجن او الكلاسيفيكيشن، هسه راح نحكي عليها. فتكون جدا مهمه تحدد لي المولر ريليشن، تحدد الكلاسيفيكيشن التايب اوف اوكلوجن مالت الارش كله. راح تجون تلقون مصطلح الكراون انجوليشن والكراون انكلينيشن، ايش نقصد بيهن؟ الانجوليشن هو الميزو ديستال، يعني هل انه الكراون رايح ميزيالي لو راجع ديستالي، هذا نسميه انجوليشن. فمن نقول كراون انجوليشن ما قلكم بعد ميزو ديستال، تعرفون انه التو الانجوليشن اقصد بيه الميزو ديستال، بينما الانكلينيشن هو الميلان لابيولينجوال. تمام؟ او بوكولينجوال اذا بالبوستيرير تيب. بالنسبه للكراون انجوليشن يعني الميزيو ديستال راح نشوف كل الكراون مالت التيث تشوفوها وين مايله الى جهه الميزيال. تشوفون هسه هذا الخط شوي نازل هيك ميزيالي، هذا نازل ميزيالي، هذا الكراون ما عليه بالروت، الروت يصير عكس الكراون. اذا كل التيث اكو لها شويه ميزيال انجوليشن، نسمي كل الكراون مالت التيث بيها شويه ميزيال انجوليشن. بينما الانكلينيشن احنا قلنا هو الليبيولينجوال او باكولينجوال انكلينيشن. هنا الانكلينيشن ما نقدر نوضح يعني نشوف هنا مثل هذا الخط مالت الانجوليشن. الليبيولينجوال عاده الانتيريور تيث، هسه احنا لو كل احنا ننتبه الاسنان نشوف الانتيريور تيث مايله شويه ليبيالي، بينما البوستيريور تيث شويه لينجوالي. اذا الانتيريور تيث تميل للليبيال انكلينيشن و الباكال تيث تكون سوري البوستيريور تيث تكون للباكال انكلينيشن. عندنا ايضا السبيسز صار قبلها الروتيشن. الروتيشن عادة التيث المفروض بالنورمال اوكلوجن تكون there is no rotation، ماكو روتيشن بالنورمال اوكلوجن. وايضا ماكو سبيسز، مفروض تكون التيث ان كونتاكت، اكو بوينت اوف كونتاكت مثل ما تشوفون هنا.
لا اكو روتيشن ولا اكو سبيسنج. الاوكلوزال بلين هو هذا الاوكلوزال بلين، خط الاطباق بين الابر واللور تيث من نشوفه هيك هذا نسميه الاوكلوزال بلين. يكون يا اما سلايت او سلايتلي كيرفد، يعني يا اما ستريت هيك يجي او سلايتلي كيرفد، هذا الاوكلوزال بلين بالنورمال اوكلوجن. هسه نجي على الكلاسيفيكيشن اوف مالوكلوجن. اهم كلاسيفيكيشن واللي هو المعتمد اللي اكتشفه العالم انجل اسمه انجل كلاسيفيكيشن اوف مال اوكلوجن. هنا بالانجل كلاسيفيكيشن قسم الى 3 اللي هو كلاس 1 مال اوكلوجن، كلاس 2 او كلاس 3 مال اوكلوجن. احنا قلنا بالنورمال اوكلوجن، هذا النورمال اوكلوجن الميزيوباكال كاسب اوف ذا ابر اوكلود وذ ديفلوبمنتال جروف اوف ذا لور، تمام؟ هذا نسميه نورمال اوكلوجن. بكلاس 1 ايش راح نشوف؟ جينا الى كلاس 1 مال اوكلوجن، ايضا راح نشوف المولر ريليشن نورمال الميزيوباكال كاسب اوف ذا ابر اوكلود وذ ديفلوبمنتال جروف اوف ذا لور. لكن شو نشوف؟ اكو ممكن نشوف هنا سبيسنج، ممكن نشوف كراودنج، ممكن نشوف كروس بايت اذا سنجل توث او مالتيبل تيث هنا بالانتيرال. هذا كله نسميه كلاس 1. اذا كلاس 1 مال اوكلوجن تكون المولر ريليشن نورمال، لكن اكو ممكن يكون كراودنج، ممكن يكون سبيسنج، هذا نسميه كلاس 1 مال اوكلوجن، تمام؟ اذا بكلاس 1 مال اوكلوجن راح نشوف المولر ريليشن نورمال، لكن ممكن يكون اكو اذر تايبس اوف مال اوكلوجن. الكلاس 2 مال اوكلوجن ايش راح نشوف؟ بس لحظة خلي أشوف إذا أكو هم ناتين طلب. ما أكو. أني كلاس 2 مال أوكلوجن المانديبولار آرش راح يكون ريتاردد، راجع. إذا شوفوا المانديبولار آرش هذه البكال كاسب المفروض يصير هنا. اللي إذا نشوف أن المانديبولار آرش راجع للخلف شوية ريتاردد in relation to the maxillary dental arch. فراح نشوف A tip of mesiobuccal cusp of maxillary first molar راح تكون at least هذا tip of the buccal cusp of maxillary first molar راح تكون على الأقل half a cusp، أقل شيء half a cusp anterior to the lower، هذا نسميه class 2 malocclusion. Then the tip of the mesiobuccal cusp of maxillary first permanent molar lie at least half a cusp anterior to the mesiobuccal developmental groove of the mandibular first molar. الكلاس 2 مال اوكلوجن ايضا راح ينقسم الى نوعين. ضمن الكلاس 2 عندنا نوعين من المال اوكلوجن، هي كلاس 2 ديف 1 وكلاس 2 ديف 2. نسميه ديفيجن 1 القسم الاول وديفيجن 2. بديفيجن 1 تكون الانتيريور تيث بروك لايند، يعني بارزه للامام. بديفيجن 2 تكون هنا انا ايضا عندي كلاس 2 مولر ريليشن وياها شنو؟ الانتيريور تيث ريتروك لايند راح تكون راجعه للخلف، هذا نسميه كلاس 2 ديف 2 مال اوكلوجن. اذا بكلاس 2 هذه هنا عندنا كلاس 2 مال اوكلوجن، احنا قلنا بكلاس 1 يكون الميزيوباكال كاسب اوف ذا ابر وين قاعد بالديفلوبمنتال جروف اوف ذا لور. إذا كان الميزيوباكال اوف ذا كاسب كلود انتيرير لي على الأقل هالف ا كاسب انتيرير تو ذا ديفلوبمنتال جروف اوف ذا لور، فراح يروح نصير كلاس 2. وين بس لحظة طلاب، تمام طلاب. هسه كلاس 2 الميزيوباكال كاسب اوف ذا ابر اوكلود انتيرير تو ذا ديفلوبمنتال جروف اوف ذا لور على الاقل هالف ا كاسب، يكون بنوعين. ديف 1 اللي تكون بالانتيرير تيث بروكلايند، يعني بارزه للامام. بديف 2 تكون الانتيرير تيث ريتروكلايند، راجعه للخلف. النوع الثالث هو كلاس 3 مال اوكلوجن.
بكلاس 3 مال كلوجن المانديبولار ارش راح يكون بروترود. اذا تشوفون هنا من هو اللي يطلع المانديبولار ارش تقدم انتيريرلي بالنسبه للماكسيلاري ارش. يعني هذا هسه هذا الخط المفروض يرجع هنا يصير حتى نحصل على كلاس 1. يعني هنا البكال كاسب اوكلود هنا بالديفلوبمنتال جروب. فشوف هسه من هو اللي متقدم المانديبولار ارش بروترودد انتيريرلي، هاي نسميه كلاس 3. فش راح نشوف التيب اوف ذا ميزو بكال كاسب اوف ذا ماكسيلاري فيرست مولر لاي ات ليست هالف ا كاسب بوستيرير. قبل شويه بكلاس 2 كانت انتيرير تو ذا ديفلوبمنتال جروف، هسه راح تصير بوستيرير to the developmental groove of the mandibular first molar. هذا نسميه class 3 مال occlusion. إذا angle classification of mal occlusion من angle classification specific for molar، فقط للمولر ما له علاقة بالكناين أو الانسايزر، فقط المولر relationship. راح أعيدها على السريع. Angle classification of mal occlusion هو specific for molar relationship ب class 1, class 2, class 3. بالnormal occlusion احنا عندنا الميزيوبكال كاسب of the upper occlude to the developmental groove of the lower. هذا normal occlusion. ب class 1 أيضا الميزيوبكال كاسب occlude to the developmental groove of the lower، يعني normal molar relationship لكن associated with other types of mal occlusion can include crowding, spacing, frostbite and others. هذا نسميه class 1 mal occlusion لانه المولر نورمال فسميناه class 1، بس ممكن يكون associated with other type of mal occlusion anteriorly. In class 2 راح يكون الابر arch anterior to the lower arch. In class 3 راح يكون اللور arch anterior to the upper arch. لذلك راح نشوف بكلاس 2 انه الميزيوبكال كاسب اوكلود هو كلاس 2 طالع لي قدام، اذا الميزيوبكال كاسب اوكلود انتيرير تو ذا ديفلوبمنتال جروف ويكون على نوعين، ديف 1 اللي تكون بالانتيرير تيث بروك لاين وديف 2 اللي تكون بالانتيرير تيث روك لاين. بكلاس 3 ايش راح نشوف؟ اللور ارش كله متقدم انتيريرلي، التيب اوف ذا ميزيوبكال كاسب اوكلود ات ليست half a cusp posterior to the developmental groove لأنه of the lower، لأنه lower arch كله متقدم anteriorly. هذا نسميه class 3 مع occlusion. اللي حكينا عليه هسه هو angle classification، وقلنا أنه angle classification هو specific for molar. عندنا other classification اللي هو للcanine classification. الcanine classification أيضا ب class 1، class 2 و class 3. بكلاس 1 تكون الكاسب تيب اوف ماكسيلاري بيرمننت كناين اوكلود وذ ذا امبريجر بتوين ذا مانديبولار فيرست بريمولر اند كناين. تشوفون هذا الخط، هذا الابر الاسود، هذا الابر كناين اوكلود وذ ذا امبريجر، هاي الامبريجر بين اللور كناين والفور. هذا نسميه كلاس 1 مع الاوكلوجن. تمام، الابر كناين occlude with the embrasure between the lower canine and four. هذا class 1 canine classification. بكلاس 2 مثل ما قلنا class 2 يكون الابر arch متقدم. فش راح يصير؟ الكاسب تيب مالت الابر كناين occlude anterior to the embrasure، يعني طالع عن هذه هي الامبريجر، هو المفروض هنا يصير الكونتاكت مالت الكناين تيب of the upper تقعد هنا، هي متقدمه anterior. بكلاس 3 راح ترجع بوستيرير. شوفوا الابر كناين الكاسب مالته وين صار؟ بوستيرير تو ذا امبريجر بتوين ذا لور كناين اند لور فيرست بريمولر. هذا الكناين كلاسيفيكيشن، اعيده على السريع. الكناين كلاسيفيكيشن ايضا بكلاس 1، كلاس 2، كلاس 3. بكلاس 1 التيب اوف ذا ابر كناين اوكلود تو ذا امبريجر بتوين ذا لور كناين اند فيرست بريمولر، يعني بين الكناين والفور راح نلقى الكاستيب اوف ذا ابر. تمام، بكلاس 2 احنا قلنا كلاس 2 يتقدم الابر ارش، فش راح يصير؟ الكاست تيب مالت الابر كناين اوكلود انتيرير تو ذا امبريجر بتوين اللور. النورمال هو هذا كلاس 1 طلاب، هو هذا كلاس 1 هو النورمال، هذا النورمال مالته، انه هذه الطبيعيه هي كلاس 1 الطبيعي.
يعني احنا ممكن نرجع نلقى مثل ما بالمولر كلاسيفيكيشن يكون الكناين نورمال، بس نلقى هنا شوية خربطة بالأسنان الأمامية، هذا نسمي كلاس 1 كناين، يعني يبقى هو كلاس 1 حتى إذا أكو هنا شوية كراودينج شوية سبيسينج، ما له علاقة. الكناين نورمال، كناين ريليشن نورمال، نفس المولر ريليشن. فالنورمال واللي هو كلاس 1 هن يكون الكسب تيب اوف ذا كناين اوكلود ويا الامبريج اوف ذا ابر كناين اوكلود وذ ذا امبريجر بتوين لور كناين اند فور. في كلاس 2 راح يكون الابر كناين انتيرير لانه الابر ارش تحفظوها كلاس 2 الابر ارش متقدم، كلاس 3 اللور ارش متقدم. فاذا تقدم الابر ارش راح يصير الكسب تيب انتيرير يعني مالت الابر كناين anterior to the embrasure between lower canine and four. في class 3 راح يكون lower arch متقدم، إذا الكاسب tip of the upper canine راح تكون posterior to the to this embrasure بين lower canine والفور. لسه بقى عندنا incisor classification. بالنورمال اوكلوجين هسه كل احنا اللي عنده كلاس 1 مال اوكلوجين من يطبق راح بالاوكلوجين مالته بالاطباق راح نشوف اللور انسايزال ايج اوكلود اور لاي ايميديتلي بلو ذا سنجولم اوف ذا ابر انسايزر. انتوا تعرفون هذا السنجولم مو؟ فبالنورمال هن تكون هذه الانسايزال ايج اوف ذا لور اوكلود anterior or immediately below to the cingulum، يعني اما بالضبط ويا cingulum او شويه anterior لها، هذا نسميه class 1 incisal age ويا cingulum plateau of the upper. The incisal age of the lower occlude or lie immediately below the cingulum of the upper incisor، هذا شو نسميه class 1 incisor relationship. class 2 incisor relationship ايش راح نشوف؟ الانسايزال ايج اوف ذا ابر، طبعا هو اصلا بكلاس 2 المفروض الابر تيز شو تكون؟ انتيريور، انتيريور للور يعني متقدمه لابيالي، فتكون اللور انسايزال ايج اوكلود بوستيريور تو ذا سنجولم. شويه راجع لان اصلا بكلاس 2 الابر تيز متقدمه انتيريور، فهذا هنا من يتقدم الابر هذا تقدم انتيريورلي، هاي وين صار الاوكلوجن مالته؟ بوستيريور تو ذا سنجولم. بنفس الموقع ممكن نشوف بديف 1 هذا بروكلاين فتزداد الاوفر جيت، بديف 2 قلنا الابر تيث تكون ريتروكلاين فتقل الاوفر جيت. بكلاس 3 مال اوكلوجن اللور ارش هو اللي يكون متقدم طالع عن الابر ارش، فايش راح تصير الانسايزال ايج اوكلود اوف ذا لور اوكلود انتيرير تو ذا سنجولم اوف ذا ابر، تمام؟ اوكلود انتيرير تو ذا سنجولام، شوف هنا انا طالع اصلا من الاوكلوجن. اذا الكلاسيفيكيشن اوف انسايزرز ايضا عندنا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. بكلاس 1 انتو بس نحفظ النورمال انه الانسايزال ايج اوف ذا لور اوكلود وذ ذا سنجولام اوف ذا ابر انسايزرز. بكلاس 2 احنا حفظنا انه كلاس 2 يعني الابر ارش متقدم، اذا هذا تقدم في الانسايزال ايج هذا الابر ارش الابر انسايزر تقدم، اذا الانسايزال ايج راح يصير الاوكلوجن مالتها بوستيرير تو ذا سنجولم. بكلاس 3 بالعكس اللور ارش راح يتقدم، اذا الانسايزال ايج راح تكون الاوكلوجن مالتها انتيرير تو ذا سنجولم. الديف 1 والديف 2 الديف 1 الابر انسايزرز بروك لايند طالعة بارزة انتيريرلي، بديف 2 لا ريتروكلايند يعني صاير الاوفر جيت هنا زايدة هنا تقل الاوفر جيت. هذا كلاس 1 ديف 1 كلاس 2 عفوا ديف 1 وكلاس 2 ديف 2. يعني كلاس 2 بغض الديف 1 بغض النظر عن المولر او الكناين كلاسيفيكيشن نشوف انه الانسايزر ستيث بروك لاين طالعة لي برا بارزة فتزيد الأوفر جيت. بكلاس 2 تكون ريتروكلايند يعني بالعكس راجعة طاقة على اللور تيث فنسميها ريتروكلايند. لهنا أحد عنده سؤال؟ طلاب اللي عنده سؤال يفتح المايك لأن كملنا محاضرة اليوم، أو يكتب لي على الشات اللي ما يريد يفتح المايك. أكو شيء تردون أعيده؟
إذا ما عندكم شيء حتى نأخذ الحبوب. حضروا مايكاتكم على السريع حتى اللي أقول اسمه. أنفال وفاطمة. أنفال